أزمة مياه حادة تعصف بمحافظة تعز المدينة والريف على حد سواء اتكاد تكون الأسوأ خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي تعرضت خلالها المحافظة لتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية فيها حيث كانت تغطي جزءا لا بأس به مما يحتاجه المواطن نعاني من أزمة المسنة هذه بشدة يعني زيادة كل سنة أزمة شهر نص شهر السنة هذه شهرين ونص يعني بأشد القفاة في ريف المحافظة يقطع هؤلاء المواطنون مسافات طويلة ويقفون في طوابير لا تنتهي تحت حرارة الشمس الحارقة من أجل الحصول على بضع لترات من المياه ولو أنها لا تفي بالغرض كما لا تلبي الاحتياج اليومي بسبب ضياع الماء وشحات المياه نحن لم لم نلقي وقت فارغ للمذاكره ونضيع اوقاتنا في نقل المياه والبحث عن الماء ونرجو من الم... وهذه كانت تتعبي ما من قبل لم يوجد ما في الابار ولم تتعبا نساء واطفال وكبار سن الكل يتجرع المراره في سبيل الحصول على نصيبه من المياه في ظل نضوبه من ابار كثيره وتعثر بعض المشاريع الحكوميه والخاصه عن ايصالها للمواطنين بشكل دائم بسبب مشاكل ومعوقات تختلف من مشروع لآخر نقص المياه في منطقتنا والمناطق المجاورة هو سبب استنزاف المياه لشجرة القاية لشجرة القات والري فيها وذلك سبب كثير من الأزمة المائية في المنطقة بسبب هذه الشجرة الخبيثة المزروعة في المنطقة والمناطق المجاورة انخفاض كمية الأمطار في الموسم الفائت واستنزاف المياه بشكل مهول لري شجرة القات تعد من الأسباب الرئيسية للجفاف الذي يضرب مناطق واسعة في ريف المحافظة في ظل غياب تام للجهة الرسمية في مساندة الأهالي من أجل التغلب على هذه المشكلة المتفاقمة فواز الحمادي قناة بلقيس تعز